كاريكاتير كفن عنده جمهور في تونس، لكن يلزمنا نفرقوا اي نوع من الكاريكاتير. احنا عندنا انواع مختلفه من الكاريكاتير، اللي هو الكاريكاتير السياسي او الاجتماعي، هذا من ناحيه، او الفني او الرياضي. ثم زادة نوعيه اخرى من الكاريكاتير، هي الكاريكاتير الشعبي البسيط اللي يعالج قضايا الجماهير ومتوجهه لعامه الشعب بلغه بسيطه وسهله، او بعض الرسوم الكاريكاتوريه اللي هي تعتمد على الرمزيه والايحاء. هنا تولي الرسوم التي تعتمد على الرمزيه والايحاء هي عموما ما نسميها بالرسوم الكاريكاتوريه النخبويه. شخصيا انا دائما نميل الى الرسوم الكاريكاتوريه اللي هي تتوجه مباشره لعامه الناس، للمواطن التونسي البسيط بدرجه اولى، ثم الطبقات الاخرى بمختلف ثقافتها. قمت في البداية بنشر بعض الرسوم الكاريكاتورية تقريبا لمدة سنتين أو ثلاثة في بعض الصحف الورقية والإلكترونية. ثم بعد التجربة هذه اخترت أني نقتصر على وسائل الاتصال الاجتماعي فقط. لماذا؟ لأنك وقت اللي تنشر في جريدة، صحيفة أو موقع إلكتروني، رسام الكاريكاتور هو مجبر أنه يحترم الخط التحريري لهذه الصحيفة، بالتالي ما ينجمش يتجاوز بعض الخطوط اللي هو يحب يخدم عليها. لذا بعد التجربة هذه اخترت أني نقتصر على فيسبوك أو غيره، كما تويتر وغيره. ليش؟ لأني نعمل الرسوم الكاريكاتورية اللي أنا نحب عليها دون حدود ودون رقابة ودون احترام لأي خط تحريري. الخط التحريري الوحيد بالنسبة لي هو أنا نرسم مواضيع موجهة للقراء بدون رقابة وبدون أي حدود. لكن ثم مشكل، وقت اللي رسام الكاريكاتورة يبدأ ينتمي إلى صحيفة أو موقع إلكتروني، هو ينتمي إلى مجموعة، وعند الشدة يكون محاط من طرف هذه المجموعة، يعني عندها حماية، بينما كي يبدأ يشتغل معناها بطريقة خاصة في وسائل الاتصال الاجتماعي، هو يشتغل بلا حماية، هو يواجه السلطة وحده، يعني هو يجد نفسه وجها لوجه مع السلطة. هذا الفارق ما بيناتهم. ولكن هو كما قلت عملية اختيار، أنا اخترت أني نتوجه بالطريقة هذه، يعني رسوم كاريكاتورية في وسائل الاتصال الاجتماعي فقط، وأتحمل المسؤولية كاملة. كنت ننتمي لمنظمة كارتونينج فور بيس، اللي هي تعتبر تقريبا أكبر منظمة في العالم تضم رسامي كاريكاتير، وفيها برشا إيجابيات سواء كانت مادية أو مهنية أو من حيث الحماية. لكن انسحبت منذ أشهر. السبب الانسحاب هو على أثر الحرب على غزة، ولكن الحرب على غزة هي كانت القطرة التي أفاضت الكأس. علاش؟ لأن الشعار نتاع كارتونينج فور بيس هو لنرسم السلام، ولكن في الحرب الروسية الأوكرانية لاحظت اللي هناك توجه لعامة رسامي هذه المنظمة لشيطنة بوتين والانسياق وراء شو اسمه الناتو، اللي هو التنظيم اللي جاء مع أوكرانيا لضرب بوتين أو روسيا. إذا كان إحنا رسامين ونأمنوا اللي الدوفيز بتاعنا هي اللي نرسم السلام، يلزمنا نكون محايدين، لا أنا مع روسيا ولا أنا مع أوكرانيا، لنمسك العصا من الوسط. فالبداية كانت أني لم أقبل وقتها أني أقدم رسما، سواء كان ذلك مع أو ضد بوتين أو زيلينسكي أو الناتو أو أي دولة أخرى تنتمي للناتو. وقت اللي جينا الحرب غزة نفس التمشي، تقريبا الأغلبية الساحقة من الرسوم كانت مساندة لإسرائيل وشيطنة حماس، واعتبروها على أساس هي منظمة إرهابية، لكن أنا كنت نشوف اللي هي منظمة تحرير وطني، لأن ما تقوم به هو
في الخارطة الفلسطينية. لو قامت حماس بأي عملية كانت خارج الحدود الفلسطينية، أنا واحد من الناس نعتبرها اللي هي منظمة إرهابية، لكن هي ما تقوم به هي العمليات التي قامت بها في فلسطين هي لتحرير وطنها. ونحن نعرف من أبجديات التحرير الوطني، يعني جميع العمليات هي مسموح بها من أجل تحرير الوطن. وكانت هذه هي النقطة اللي صار عليها خلاف وانسحبت، وكان الانسحاب أنا ورسام كاريكاتوري فلسطيني، انسحبنا زوز مش واحد، وكان الانسحاب هذا بالاتفاق وبعد نقاش مطول ما بيني أنا وياه. على أثر النقاش هذا قررنا الانسحاب وبعثنا رسالة معناها توضيحية للمنظمة وقبلوا الانسحاب نتاعنا وانتهت العلاقة مع هذه المنظمة. الوضع المادي نتاع رسام الكاريكاتير في تونس، مبدئيا كاريكاتوريست في تونس ما ينجمش يعيش بالكاريكاتير، يلزم تكون عنده مهنة أخرى، والكاريكاتير هي عمل ثاني. بالنسبة لي أنا نعتبر الكاريكاتير هي وسيلة تعبيرية وليست وسيلة لجني المال اللي باش نعيش به. عندي مهنة نشتغل في حاجات أخرين اللي نجم نعيش به، ونقول اللي الأمر هذايا موكول إلى الوضع الإعلامي في تونس بصفة عامة، لأني نعرف احنا جميعا اللي رسامي الكاريكاتير في العالم عندهم لو ستاتيو دو جورناليست، إلا في تونس ما نعرفش علاش، بتاتر ما زلنا أو في طور الإنجاز. لننتظر. أنا اللي قلقني أكثر شيء هما رسامي الكاريكاتير الشبان، التونسيين الشبان. بالنسبة لي أنا قمت بدوري وتقريبا في اللمسات الأخيرة أو في الرحلة، في آخر الرحلة من الرسم الكاريكاتوري، لكن يلزم معناها النقابة بتاع نقابة الصحفيين في تونس والإعلاميين والفنانين ورسامي الكاريكاتير الكل يلزم يتجمعوا مع بعضهم ويشوفوا حل في هالحكاية هذه، اللي كونها راهو رسام الكاريكاتير كما يلقوا حل للمصور الصحفي اللي كونه عنده ستاتيو دو جورناليست، كذلك رسام الكاريكاتير لازم يكون عنده ستاتيو دو جورناليست. انا نعرفه في العالم اجمع هو لو كاريكاتوريست في الدول المتقدمه، فرنسا بريطانيا او امريكا، هو عنده ان ستاتيو اعلى في بعض الاحيان من الصحافي، هو يسموه ايديتورياليست. عنده تقريبا نشوفه في الصحف الاجنبيه الكبرى، نلقوا اللي رئيس تحرير اللي هو يهتم بالجانب التحريري ويعمل ان ايديتوريال مكتوب، هناك كذلك ان ايديتوريال مرسوم يقوم به لو كاريكاتوريست ويتسمى ايديتوريالست. احنا في تونس ما زلنا ما عندناش ان ستاتيو واضح لرسام الكاريكاتور. وقتاش بدت التقلقات؟ هي في الاشهر الاخيره كما قلت لك، وقت اللي صارت القضيه هذه اللي هي نتيجه لبعض الرسوم الكاريكاتوريه اللي شافوها مقلقه لبعض الشخصيات، لكنها كانت مغلفه بقضيه صك دون رصيد، اللي هي اتضح فيما بعد صك قديم جدا وقانونيا هو خالص، وسحب من الادراج نتاع المحكمه. لا علينا، توا القضيه هي اتغلقت. لكن شنو اللي قلق؟ النتائج نتاع القضيه هذه نتائجها مقلقه جدا. علاش؟ لان راهو أسوأ حاجه يعيشها رسام الكاريكاتير هي لوتوسانسور. قبل كنت وقت اللي نرسم عندي فكره نرسم بدون ما تكون عندي خلفيه، اليوم وليت نقرا حساب النتائج، اليوم راهو عندي وليت نقرا بحساب حاجتين مهمين برشا اللي هما المرسوم 54 والفصل 67 على ما أظن. وقت اللي رسام كاريكاتوري يبدأ يخدم في رسم وعنده زوز بحذاه، واحد على اليمين وواحد على اليسار، زوز فصول قانونية يعسوا عليه ويعرف المآل متاعهم، راهو ما ينجمش يعبر كومي فوق.
هذاك علاش أنا اليوم نشوف اللي الرسوم اللي نقدم فيها هي رسوم لا تعبر بالضرورة على الأفكار الحقيقية بتاعها. نشوفها اللي هي أفكار منقوصة، اللي هي كانت تكون أكثر جرأة لو ما كانش تم هالزوز العساسة اللي قاعدين اللي خلقوا لي لوتوسنسيون. Thank you.